الجيش العربي السوري بسطت سيطرتها في الساعات الماضية على منطقة القابون الصناعية قرب دمشق، ونفذت سلسلة من العمليات النوعية والمركزة في المنطقة، دمرت خلالها جميع أوكار وتجمعات الإرهابيين، وقضت على أعداد منهم غالبيتهم من جنسيات غير سورية وينتمون إلى جبهة النصرة. هذا وقد عمد الإرهابيون إلى طرق شتى لاستكمال كل ما يسهل تنفيذ اعتداءاتهم، وكان في مقدمتها فتح أنفاق بأنواعها، منها ما هو على مسافة طويلة كخطوط للإمداد بالأسلحة والذخيرة القادمة من الغوطة الشرقية باتجاه القابون وبرزة، حيث تم العثور على نفق يمتد على مسافة 250 مترا. دجى الإرهاب سينقشع وستشرق آيات النصر يوما بعد يوم، وما سرت عبرة القصير وغيرها يوما إلى أذهان المعتدين يردد الشعب السوري. منطقة القابون الصناعية التي شكلت على مدى الأشهر الماضية بؤرة إرهاب تغلغلت فيها مجموعات إرهابية معظمها من جنسيات غير سورية احترفت القتل والإجرام. ساعدتها عدة معطيات، منها خلو المنطقة من الأبنية السكنية وكونها تشكل امتدادا للغوطة الشرقية. منطقة القابون الصناعية التي عادت إلى عهدة الأمان بعد أن عاث فيها الإرهاب تخريبا وتدميرا. معامل الكادحين أسكت صوت آلاتها بفعل إرهاب استهدف كل مقومات الحياة والإنتاج، لكن لحماة الديار كلاما آخر. الإرهابيون عمدوا إلى طرق شتى لاستكمال كل ما يسهل تنفيذ اعتداءاتهم، في مقدمتها فتح أنفاق بأنواعها، منها ما هو على مسافة طويلة كخطوط للإمداد بالأسلحة والذخيرة القادمة من الغوطة الشرقية باتجاه القابون وبرزة، نفق يمتد على مسافة 500 متر ومزود بمختلف وسائل الحياة بالإضافة إلى غرفة قيادة وأجهزة تحكم ومراقبة وأدوات وأجهزة تستخدم في الحفر، عثر عليه الجيش العربي السوري. تم العثور على نفق بطول 500 متر يصل من جنوب محطة الكهرباء في منطقة القابون إلى منطقة عربين ويمر تحت المتحلق الجنوبي. ها هي نهاية النفق تحت المتحلق الجنوبي، حيث تم تفكيك كاميرا مراقبة عائدة للإرهابيين لمراقبة المارة وقنصهم. الكلام واضح، القضاء على شراذم الإرهاب في القابون وبرزة وجوبر سيكون سريعا، وخاصة بعد السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية تقول المصادر. خريطة عثرت عليها وحدة من الجيش تكشف خبرة واحتراف الإرهابيين المتمركزين في القابون، لا سيما القناصين منهم الذين أزهقوا العديد من أرواح المواطنين من مدنيين وعسكريين على الطريق الدولي دمشق حمص. الجيش العربي السوري قادم ولن يقف في وجه واجبه الوطني في صون الأرض والعرض أي شيء، والعبرة في قادمات الأيام يؤكد السوريون.